يجد شبان عراقيون عاطلون عن العمل في صيد العصافير وبيعها بغية إطلاق سراحها، مهنة مؤقتة بانتظار أن توفر الحكومة العراقية فرص عمل تؤمن لهم ولعائلاتهم لقمة العيش. يواجه هذا النشاط اعتراضات رواد سوق الغزل في العاصمة بغداد، الذين يصفون تلك الأعمال بالصيد العشوائي الجائر الذي ينذر بهلاك العصافير وأنواع الطيور البرية كالزرزور البري. وجدت هذه العصافير طريقها إلى الحرية. بألف دينار فقط تستطيع أن تطلق سرح 5 منها. بعد مفاوضات قصيرة نجح علاء بشراء حرية المئة من تلك العصافير. الإنسان من مطي الفلوس أو الشخص يعني وصان بأن طير هاي الطير مو رزقا لهذولي، يعني مو حبا على مود نفيدهم مادين، على مود هاي الحيوانات نفك حبسها وأسرها. بمئة دولار نجح علاء إذن في إفراغ هذا القفص من العصافير، مهنة تعطي للوهلة الأولى انطباعا بأنها تدر على أصحابها أرباحا وفيرة في هذا السوق الخاص ببيع الحيوانات في بغداد، لكنها حيلة من حيل المضطرين. يقول محمد: احنا هنا اهم شغل ما عندنا العباس حرام، لا لا تبدا وظيفه لا كذا، فاضطرينا نشتغل بهذه الشغله، يعني هاي معيشتنا، صارت شلون رزقنا عليها فتعودنا عليها. الجمعه لان احنا نعرف الجمعه اكثر العالم هنا هي تجي تسوق تجار سوق الغزل توجه، فقمنا ننزل هاي الاعداد. الاجواء هنا وفي عموم البلاد لا تخدم صيادي هذه العصافير في اغلب الاحيان لوجود معترضين على أعمالهم. يعني هذا خطية أساسية، هسه تزنق بالقفص تعيش أو تطير حر ترضاه؟ تابع الشيخ رحمة الله واديه. ثمة فرحة ما بعدها فرحة ترتسم على محيى الشباب لدى رؤية العصافير ترفرف بأجنحتها الصغيرة في السماء. حرية حلوة، أنا أحب الحرية، يعني هسه شلون نقول كأنه ما ساجنيني أنا وأنا أطلع من السجن، فهاي حريته. هذه المشاهد ليست يومية، يتجدد موعدهم كل جمعة، موعد يلتقي فيه من اضطرته ظروفه إلى وضع الطيور داخل أقفاص ومن يرغب في إطلاق سراحها، على أمل أن توفر الحكومة فرص عمل ثابتة تؤمن لهم لقمة العيش وتنقذ العصافير ومنها طيور نادرة من صيد جائر ينذر بهلاكها. قد تكون عملية صيد هذا العدد من العصافير مهنة لمن لا مهنة له، لكنها تلقى استيجان كثيرين من رواد سوق الغزل الذين يطالبون بمحاسبة حكومية لأصحاب هذه الأقفاص. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.